بإذن الله لمراكش إن شاء الله. نتوما معايا ضروري ندي معايا الحوايج بزاف. وصل المركوبة البنات، حنا نشدو الطريق إن شاء الله. دابا حنا غاديين نشدو الطريق. أهلا وسهلا بمن زارنا. المهم ناخذ واحد القسط الراحة وعاد نطلقوا إن شاء الله الرحلة ديالنا لمراكش البنات. ماني بهجة ماني بهوج، تسناونا حنا جايين عندكم مراكش الحمراء. اش بيتي هدى يا النبي عايم احلى سفرية احلى سفرية. البنات اوتيل مونغيليز بسم الله عليه. هي دي الشامبر البنات في اوتيل مونغيليز مراكش غزال. اللي بغا شامبر ديالو بوحدي خداها، انا خديت بوحدي. راكم عارفين هاد كورونا هاد الفيروس، واللي بغا جوج في شامبر ماشي مشكل. هادي الرحلة مع جمعية شمس الأصيل، شامبر غزالة 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 ونقاء نقية البنات، فنة كتحمق. دابا الناس تا الصباح دا ناريو ديال الحوايج البنات. عندنا فاطمو في القفاطي الدوش باب لاكارت توتر باب لاكارت. خليت لاكارت انا طب كل واحد شنو خدا. لا بغيتي الشامبر ديالك بوحدك، بغيتي انت شي حتى نخديت بوحدي. النور انا يلاه فقت اوتيل مونغيليز. دابا 8:30 داروا معنا التسعود. الله على جو رائع، كنا خايفين كل الباب تكون الشتا في مراكش. الجو غزال الحمد لله، الجو رائع. لابيسينا البنات لا تيراس البنات ديال لوطيل مونغيليز. لابيسين لوطيل زوين خاوية الدنيا في مراكش، خاوية خاوية. الجلسة هنا واعرة 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 البنات.
Jus d'orange, les petits pains et les crêpes. Ahla ftour. خرجوا واحد لنا بروغرام والبافيت البنات يمكن نجيو الكاش ما تجيش المنارة نالف المنارة ما فيها كاش البنات ما فيها كاش نص المنارة حاجة هي تاريخية مآتية كتباع هنايا كي زوين البنات دي في الدخلة لي شابو شحال زوينين سيرتو هادو ديال رايات المغرب هاد الجو الرائع ديال المنارة جو غزال جو رائع بزاف وكتر من روعة المغرب ديالنا كله زوين ولكن كل بلاد كي كنقول لكم عندها الرونق ديالها عندها الجماليه ديالها عندها الطبيعه ديالها باش كتمتاز ولكن مراكش الحمراء شي حاجه عاوتاني زوينه بزاف المناره يا المناره شي زواب انا اللي مدردوني تنشوفو تسلب الله ديالها شحال غزاله زيادة المناظر قالي باهية تيكي دي ديغام قصر الباهية شوفوا المعلمة التاريخية القديمة كيفاش كانت اي حاجة هي بلدية قصرها كيفاش كانوا شي بلدي دخلوا البنات شوفوا هذه المعلمة رائعة البنات رائعة رائعة أكثر من روعة طب حاجة زوينة مش كيفاش شحال هذي كان هادشي قديم هادشي البلدي هذا القصر ديال با أحمد با أحمد اللي هو كان الصدر الأعظم ديال الملك ولا السلطان اللي كان ديك الساعه ما كانش لا السلطان مولاي الحسن الاول اللي هو اللي كان داهيه هو اللي كان شد الحكم ديال المغرب فعاد السلطان الحسن الاول ومنين مات السلطان الحسن الاول جا موراه مولاي عبد العزيز جا موراه مولاي عبد العزيز كان الصدر الاعظم كان هو بحال اللي قلتي هو اللي قبض الحكم وهو اللي واخد وقع المشكل في المغرب جات هذيك الاتفاقيه ديال الجزيره الخضراء اللي شانها ان المغرب غادي يوليو ياخذوا الثروات ديالو ياخذوهم فرنسا وتاخذهم الدول الاستعماريه ديك الساعه كان باقي ما بداش الحرب العالميه الاولى هادشي لان السلطان با احمد كان مات جو بونس 1894 بحال هكذاك هذا القصر ديالو هذا القصر ديالو الا شفتوا دابا هاد النقوش وشتي هذا كدل على القوه ديال هي الحره ديال مرات با احمد وهاد البلاصه هادي هي كانت لونطري ديال القصر اللي فيها المشاوريه المشاوريه هما بحال قلتي الخدم الخدم هما اللي كانوا شحال هادو لا مازال ماشي الخدم هادو المشاوريه اللي هما كانوا بحال قلتي هنايا كاينين الخازنيه وهنايا واقفين الحراس وهذا مازال غادي ندخلوا عاد غادي نشوفوا البافيون ديال الخدم وعاد غادي ندخلوا على البلاصه اللي هي بحال قلت الدار الكبيره ديال الحره اللي هي ديال الباهيه ديال شكرا على الافاده ناخذ لكم مقتطفات من قصر الباهيه بالي الباهيه القصوره كيفاش كانوا شحال شي بلدي حقها غزال كيحمق معلمة تاريخية في مراكش حتى هي كيجيو الناس يدخلوا يشوفوا
ويكتشفوا ويعرفوا الناس القدام اولا كيفاش كانوا عايشين. حاجة تنسيك بلا صافي وهنايا حد في كانت بلاصه العبيد منين خرجنا هو هذا هو هنايا ايه ولكن هذا هو المحل الكبير خصني ليه تسات لي فلوغ وما نساليش هاد المناظر والطبيعه الخلابه المآثر التاريخيه خاك تنجي لمراكش ما كنتش كنجي لهنا الصراحه زوينه البنات زوين بزاف مغاربه ونفتخر مغاربه حتى الموت الرايه ديالنا مراكش مش كيعجبوك بهذا الشيء والتواول اي حاجه هي قديمه شي ديال الفطور صرغينه الجاوي مراكش يا مراكش سبعه رجال سرغينا دور سعديين هانتوما قبور سعديين قبور سعديين قبور سعديين قبور ديال الملوك حنا في مقبرة ديال السعديين هادي بلاصة الملوك والسابقون نحن اللاحقون اتلالا مسعود مراكش معروفة بلي كوتشي عمو الكوتشي جمع كلشي بدا دير الشي مراكش يا مراكش مع الفناء لا يتبدل لا يتغير الحلاقي ديالو باغا البنات في كافي ارقانا مع احلى عصير ديال الحامض سكنجبير ناخذو معاد نتغدى لان تمشينا اليوم تمشينا مع احلى منظر جامع الفناء بنهار هكا كيكون خاوي البنات ديوا امينسي بولي بلاصوص بيضاء بشامبينيون مع احلى ريزيتو احنا غديو البنات اون فاس مع جامع الفناء العصير تحلية مراكش ضروري تشرب الليمون تشري لو كيديرو زوين واعر بصراحة اي حاجة هي تقليدية مراكش مراكش هذا الشيء ديال الشيء ديال النحاس ياك الشريف النحاس كيما ما عندكش اللبان الحر شحال واحد الصراحة كيسوي على اللبان الحر اللبان الحر نقارد عندنا في المغرب علاش ما الله الله هذا الشيء ديال الفضة البنات هذا الشيء ديال الصناعة التقليدية راه هو اللي ولا البنات زوين بزاف مغربنا زوين
الصناعة كل شيء كيسان دابا هو اللي ولاو بزاف البنات الناس في فرنسا الفوق جامع الفنا هذا رائع والله يلاه جاو صحاب الماكلة شوفوا التخاخن طالعة عرفوا صحاب الماكلة جاو لقينا احنا هاد الطواجن هاد الدجاج محمر هاد الطنجية احلى بانا احلى طنجية بقى كاس 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 مغارس حمراء احلى طنجية حبيبي مع بانا 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 دو كاش يا طنجية احلى طنجية مع بانا احلى طنجية تبارك الله عليه الطنجية تبارك الله عليه تبارك الله عليه تبارك الله عليه تبارك الله عليه هو يا السيدة سيدنا محمد اللهم أجل بسم الله بسم الله اللهم صل على سيدنا محمد احنا طنجية مع بعض عليك يا رسول الله اللهم صل عليك يا رسول الله قولهم احبابي شكرا تبارك الله الطواجن شي غزال وريكا يا وريكا وريكا غير طريقة ديال أملو طريقة ديال أملو ديال أملو أملو الطريقة دير أملو الفري ما كيخلطش اللوز بلدين حبيبتي كيحمروا فيه العسل ديال الليمون البنات كان ديال الليمون ولا ديال الخزام ولا ديال الكليتوس أرقان لما كانش أرقان ما تقولوش ما تقولوش أملو أملو كيتصاوب أرقان وكيتخلط بالعسل كيتخلط كما هكا ها انتم شفتوا كي كيجي رائع لا يخطي علينا حبيبتي أي حاجة بيو آمن شكي يعطينا آمن كلش على منظر لا
البنات هانتوما.